اثنين جيت عصغيره فيها 13 عام وكبرت مع هاد الناس وولدت وليداتي كلهم في هاد الدار. دابا في الاخر بغات تخرجنا 7 سنين وهي كتجري باش تخرجني. ملي لقات كيفاش دير قالوا هاد الديور ديال دير مولاي شريف غادي يطيحوا، دار الدار دخلتها في هاد المشكل هذا. هي هذيك بقات غاده معايا، عاودت جات داتني للمحكمه بقات غاده، راه جابت البوليس راه خرجتني. اش غندير انا؟ انا في الزنقه، هذا هو اللي كاين عندي انا. والله يعاش يعاشي الملك، وانا خربقوني خربقوني، راه النعاس ما كنعش، راه ما كنعش. واش واحد بيات في الزنقه غادي ينعس؟ راه الدماغ ما بقاش عندي. عيب هادشي اللي داروا، وفي الاخر جرتني انا مع البوليس. ما عرفتش هاد السيده اش بغات، ما عرفتش واش انا غندير ليها محالها. انا باغا حقي، يعطوني الاستفاده ديالي ونخرج بحالاتي، نعطيها التسع من بينش ليا كاع. انا ما طالبه لا هي ولا شي حد اخر، انا طالبه سيدنا يعطيني الحق ديالي. كتخلصي القوانين ديالك؟ مخا نخلصو في المحكمه. الرؤساء ديالي كلهم ريال ما واكلهاش فيه، راه كلشي في المحكمه. اش بغات؟ بغات شي حاجه اخرى؟ ما كاين حتى شي حاجه اخرى اللي تسالها ليا. هاد السيده هادشي اللي دارت كاع في المحكمه كلشي تخلويض، راه داك الملف راه توريه لشي حد غادي يعرف داكشي كلشي تخلويض. كيفاش انا نطلب استفاده؟ هذيك سميتها الخبره انا نطلبها وهي تخلصها؟ المحكمه تعطيها هي تخلصها؟ طلبت سيدي انا نخلصها انا، علاش تخلصها هي؟ وغادي بكلشي انا ساكنه لتحت، هي ديراني ساكنه لفوق. واعاده الملف راه غادي يشوفوا شنو كاين في داك الملف اللي داز في المحكمه، وحكموا عليا انا، حكموا على مراه مرت عسكري بولادها ما عندهاش حتى 16000 ريال، واش ما كاملاش كاع 20000 ريال، ويحكموا عليا انا بالافراط، يلوحوني للزنقه ماشي حشومه. دابا فين غنمشي انا ولا فين غندور؟ انا صبحت في الزناقي، في الزناقي عسكري يخدم البلاد تاعي، وفي الاخر ولادو يتلاحوا للزنقه. هو مات مسكين في السكته قلبيه، ولادو يجيو دابا يلوحهم في الزنقه ماشي حشومه. راه عيب هادشي اللي دارت، اللي داروا كلهم اللي داروا هاد الحوايج. وانا نطلب من سيدنا هاد الملف اللي داز، نطلب اعاده الملف، ونطلب هاد الدار واش غادي يطيح ولا ما غاديش يطيح، باش يديروا لي انا هاد الحاله. انا كاع ما مولفه بهاد الزناقي ولا بهاد الشيء، وداروا لي هاد الحاله، راه عيب. راه ما تبغيهاش شي واحد عدوك، ما تبغيهاش لي. هاد الناس ما فيهمش الانسانيه، مالا عين هاد الحاله بالتخلو يدوي هاد الشيء. دير شي حاجه قانونيه كيف ما انا دايره معاها، مخلصه ليها الكرا ديالها، حتى حاجه ما تسالى ليا. علاش مخرجاني؟ حاكمين عليا نجي للبوليس كرفصوا فيا. واش انايا مخلصاش ليها الكرا؟ مخلصه ليها كل شيء، خاص نعرف السبب علاش جاو كرفصوني وجروا فيا ولاحوني في الزنقه. انا ولادي علاش يخرجوني؟ مخرجيني على الكرا، انا كنعرف اللي يلوحوا لي حوايجو وهو اللي على الكرا، ويجيبوا العريفه ويجي القيد ويجي سميتو المقدم ويجي الشيخ، هادو هما اللي نعرف يجيو يخرجوا. انا مصيفطه ليا البوليس، مالي انا اش دايره؟ كلشي مخلصه ليها، قاتله انا اللي يجيو البوليس مع 3 ولا 4 يجروا فيا. خرجي، والدراري الصغار كيتغاوتوا حشومه. ملي نهضر معاه عطيني صوره الملك، قلبها ليا. علاش يقلبها لي؟ شد الرايه دارت تحت منه، انا كنجر عطيني، ما جريتو، قلت لي عطيني الرايه ديالي. قال لي انت باغا تمرمدي الرايه؟ قلت لي انا ما باغيش نمرمده، انا كون بغي نمرمده انا شاده عندي. قال لي ما عطيتش، هو يشد ضربني يديه. انا الا كذبت عليه راه ربي شاهد عليا، لا زدت ولا نقصت. ضربني يدي بحال، قال لي حيدي كتهجمي على البوليس، وانت سيدي راك جارني، انا ما مسيتكش. الصوره ما خلونيش نهزها، الرايه ما خلونيش نهزها. علاش؟ باش ما يشوفوا، باش ما يبانوش هما داكشي اللي كيدور، داكشي اللي داروا ليا باش ما يبانش. يجرتلو فيا مالي انا، قاتله اش دايره؟ انا غاديه بالمعقول. داكشي يجيبوا لي القيد هذيك الساعه، انا شدوني لاحوني جرتلوني ياك. هذيك الساعه كون ما جاريني شو ضاغطيني ما غنخرجش ليهم هما، غادي يجيبوا لي القيد ويجيبوا لي المقدم ويجيبوا لي الشيخ، هادوك والمخازنيه هادوك هما اللي غادي يخرجوني. والوقت اللي خرجوني يلحقوني عند الباب، غادي يسدوا هاد الباب بالياجور ويسدوا هذاك الحانوت. الحانوت لاصق معايا مع الدار اللي ساكنه فيها انا. علاش الدار غطيحها على مرتاد العسكري؟ غطي عليهم كاملين. خاصهم الحانوت كاين بحال اليوم غادي يجيو كيحطوا البوطات، داك السيبور ديال البوطات كيحطوه، ملي تكون شي حاجه جايه كيحيدوه. النهار اللي غادي يجيني الافراغ يخرجوني،
مشات لعند التيران، هز التليفون، ولدي سد دخل كل شيء، شطب ما تخلي حتى شي حاجه تبان. راهم جايين ليها باش ولدي ما يشوفوكش تحال. دابا ملي غادي يجي واش قالوا؟ الحانوت راه مسدود، يحلوه وشوفوا واش فيه للداخل، ماشي يقولوا لي راه مسدود. كنعرفوا انا لا مسدود يتسد بكل شيء بالياجور، بحال دار مولاي شريف وبحال بلايص اخرين. ها وحدانا تا مسادين، ها الدار في الزنقه هاي حدانا. كنطلب دابا يجي القايد ويجيو هذوك اللي كيسدوا بالياجور، وبغى حقي يعطوني استفاده. ديك الساعه ملي غادي يجيو يسدوا يعطوني استفاده، نمشي بحالاتي، ما يخلونيش انا باركه في الزنقه. دابا من النهار اللي تلحت هنا ما طلع ليا لا قايد قال لي شنو عندك، ما طلع ليا لا باشا قال لي شنو عندك. الباب اللي دقيتو كيقولوا لي وسيري ما تطمعيش، واش انا عندي الفيلات غادي نطمع؟ يعطيوني هذيك الاستفاده ديالي وخليوني انا، ياك عطيها لينا سيدنا. انا ما كنطلبش، انا كنطلب الحق اللي عطيه لينا سيدنا الله ينصرو. هو اللي كنطلب عاش الملك، هادشي اللي كنطلب. هادشي ما بغاوش يعطيو ليا. الباب اللي دقيتو حين تما ومرت عسكري يستقبلوني غير بكلمه مزيانه، ما كان اللي طلعت عليه سيري بحالاتك، سيري ما كاينش، سيري بحالاتك حشومه. هذا هو الشيء اللي كاين. انا كنطلب دابا من القايد يجي عندي، راه من نهار تلحت وهو ما المهم القايد نطلب منه يجي يسد هذا الباب باش نحيد انا من الزنقه. ماشي يلاحوني هنا وخلوني النهار الاول مدخلين فيا في الافراغ، في الافراغ. ها الناس راني كنخلص داك سميتو كرايه، راه عيب مخرجيني سيدي حاكمين عليا. راه جاني داك الافراغ من الجماعه قبل المحكمه، خاصهم يعطوني الاستفاده ديالي حيت انايا ماشي ما مخلصاش الكرا، خلص الكرا يعطوني الاستفاده ديالي. وهذيك الساعه نخرج بحالاتي، نسيني وريقاتي نجمعهم ونمشي بحالاتي. هما ما باغينش، ما ركب عليا لا قايد لا مقدم مالي، انا لاحوني في الزنقه ما عقلوش عليا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.